جوده تبقى حد منور قوي. ما شاء الله. قبل هنا جوده النادي، قبل هنا جوده آه. في حاجه يعني اصعب، عمرو عصر واحد من اهم لعيبه التنس الطاوله على مستوى العالم واخوه وبعدين مش عارف مين، وفي ثلاث سنين الفرقه دي بتتجدد، مش كده ولا ايه؟ اه الحقيقه طبعا عمر عصر محترف حاليا دلوقتي في المانيا. على فكره في حاجه فريده في تنس الطاوله، ان الاتحاد تنس الطاوله الوحيد اللي بيسمح ان اللاعب يلعب في دولتين في نفس الوقت. يعني اي لعبه تانية لو اللعيب اتنقل يبقى لازم في ترانسفير او كليرنس من بلد لبلد ومش مسموح لما يتعد عندك ويتعد بره. دلوقتي يعني كل لعيبه التنس الطاوله في مصر سواء في النادي الاهلي او في الانديه الاخرى بتلاقيها في نفس الوقت بتحترف في دوله في الخارج، بالاضافه بس ده مش وحش يعني بياخد فرص طالما محتفظين بتمثيل النادي الاهلي في البطولات الرسميه كانوا بيتمرن بره بالظبط كده اهو. فالنهارده زي ما حضرتك قلت ان الاجيال بتتعاقب، ولكن يعني من الصعوبه انك انت تحافظ على التفوق كل السنين الطويله دي، ودي ليه لعبه فرديه خطيره جدا. يعني انت مجرد ما تجيب تعرف بيصنفوها ايه؟ ايوه اصعب لعبه فرديه في العالم. صحيح تنس الطاوله صحيح. وانت انت ممكن تعمل فرقه تعداد الفرقه ثلاثه يعني ممكن انك انت بدفع مبالغ معينه وانك انت تجيب لعيبه مميزين ولا اي حاجه. فالنهارده اللعبه بالذات يعني مثلا هتلاقي مثلا نقول الووتر بول، من ساعه انا ما دخلت في الرياضه اعرف ان في اهلي جزيره هليوبلس مفيش حد تاني او ممكن سبورتنج بعد ساعات، لكن الاساس هتبص مثلا في الفولي هتلاقي اهلي وزمالك في خلال ال 30 سنه ممكن يخش الجيش معاهم شويه. هتبص التنس الطاوله هتبص تلاقي بعض الانديه بتطلع وبتقعد تنافسك كذا سنه. ليه؟ لان سهل. يعني حاليا دلوقتي المنافس الرئيسي بتاع النادي الاهلي انبي فجاه قبل كده كان في الانتاج الحربي ايام الله يرحمه الوزير سيد مشعل. فالتنس الطاوله صعوبتها انك عشان تحافظ على هذا الانجاز كل هذه الفترات مع تغيير الاجيال. هتبص تلاقي النهارده الاجيال اللي موجوده كلها عمر بدير البالي خالد عصر ويعني مش يعني مش وشومان يعني كل اللعيبه النهارده يعني الحمد لله محافظين على الانجازات، وده بالاضافه لفريق السيدات والمعجزه ظهور هنا جوده. انا بصفق عليها يعني بصفق عليها ان بنت في السن الصغير ده حجم محل اهتمام كبير وحجم البطولات اللي هي بتشارك فيها طوال السنه في سن اكبر في الخارج على طول وفي الداخل. الضغط يعني البنت ما بتعملش حاجه الا بتتمرن بكم كبير جدا، وفي نفس الوقت على طول حجم التوقع اللي منها صعب جدا على حد يشيله، فما بالك في سنها ده. بالظبط كده. والحقيقه برضو عايز اذكر اهتمام والدتها بيها، ومش كده ده في اخت صغيره كمان طالعه صاروخ اختها، يعني مش عايز اقول لكم اختها الصغيره كمان طالعه فبسم الله ما شاء الله طبعا علامه من ضمن العلامات. زي ما في عندنا مثلا في الاسكواش امينه عرفي برضو، يعني عايز اقول للنادي الاهلي وعسل اسمه مصطفى عسل. مصطفى عسل ده خلاص ده استقر بقى كويس، يعني خلاص استقر في التصنيف العالي يعني. لا ما شاء الله يعني هو الراجل اللي هو مصنف اول دلوقتي يعني ما شاء الله. وتبص مثلا بالنسبه للحاجات الفرديه اللي بتتاهل للاولمبياد يعني في ناس يعني ما بتسمعش في انجازات بتحصل. يعني في لعيبه الغطس مها بتأهلت للأولمبياد أول مرة في تاريخ الغطس المصري إن بنت تتأهل للأولمبياد. يا هودي
دي بتاع ده تخصصك. لا انا مش تقول لنا على البنت دي. انا وتر بول ما هو كابتن رؤوف ربنا يديله الصحه. طب احنا الوقت للاسف بيدهلنا الوقت، لكن مش هنقدر نبعد عن الموضوع الاساسي بتاعنا اللي احنا